سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيد خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رجعت لكم فيديو جديد يسعد أوقاتكم كيف الصحة شو أخباركم الحقيقة هذا الفيديو يعني مثل ما بقولوا من هنا وهناك آه بعض الفيديوهات سجلتها بهالفيديو وزبطت الصور آه بعد ما شربنا قهوة حضرنا فطور كان يعني فول وفلافل ونواشف يعني لبنة جبنة وإلى غير ذلك أما الغداء فكان شيخ المحشي هلا هون أنا بطبخ الشيخ المحشي بالطحينة واللبن سمعت في ناس بتروب له لبن وفي ناس بتاكل لبن وتوم جنب منه بعد ما غسلت الكوسة وأعورتها وقليت اللحمة مع المكسرات وبردت صرت أحشيه وبدي أطبقه بالنسبه للحشوه انا بحط اللحمه والمكسرات بس ملح وفلفل اسود وكنت قبل بصراحه اقلي الكوسه لاقيها تشرب شويه زيت وتصير يعني بتضايق على المعده كل المقالب بتضايق فصرت اشوحها تشويح بالطنجره قولوا لي أنتوا شلون بتحبوا شيخ المحشي شلون تطبخوه حتى سمعت في ناس بتطبخوه بمي حمراء ببندوره يعني سبحان الله يعني الاكل ازواق أمنوني عنكم شو اخباركم شلون هالايام معكم بعد العيد وبعدنا رجعوا الاولاد على المدارس ورجع الالتزام الله يوفقكم ويحميهم يا رب من كل عين حبايب قلبي نصيحة لكم طول العمر يعني استودعوا أولادكم كل صباح وكل مساء الله سبحانه وتعالى بلطف فيهم وبحميهم يعني اغلبكم شافوا فيديو الزلزال شلون طلعنا نحن الحمد لله سالمين انا بيتي كان الطابق التاسع بلطف الله وحمايته كنت استودع يوميا صباحا ومساء نفسي ونفس اولادي طبعا وشهادة ان لا اله الا الله الله يحمينا ويحميكم جميعا صبايا يعني نحن ما بنقول انه الدعاء برد القضاء لكن يخفف يحمي ويخفف يعني الحمد لله رب العالمين ممكن صار أضرار بالبيت بس الحمد لله نحن طلعنا سالمين حتى أنا لكم بعض الصور راح أعرضهم شي مرة السنة الماضية بتتذكروا قد انتشرت الكلاب بشوارع تركيا وصارت تعمل أذى للناس وابني عبده فعلا عضه كلب لكن لطف الله والدعاء الله سبحانه وتعالى يعني حماه وكان الكلب ملقح يعني خضع لكورس لك علاج والحمد لله رب العالمين مشي حاله فإياكم تنسوا الدعاء إياكم ما تستودعوا حالكم وأولادكم وكل شيء غالي عندكم رب العالمين هو الحامي نحن منتوسل له وندعي ولطف الله بحمينا من أي شر بعد ما شوحت الكوسة حطيتها بشوية ماء وبعدها خفقت لها لبن وطحينة وحمض وملح وضفت عليه اما هي تقلايات الكوسة بهالصحن الصغير فزوجي الحقيقة ما بحبه بلبن ولا بطحينة بحبه هيك لحاله بقليله اياه بسمنة عربية وبعمل له لبن وتوم قدامه واكيد طبخت قدام منه رز وصحن السلطة يلي ما مستغني عنه ان شاء الله يكون هالفيديو هيك نال اعجابكم وبيني وبينكم هذا الفيديو من وقت ما كنت انطاكيا يعني مو بهالبيت صبايا رح احكي لكم بصراحه انا ما مصور الا القليل من شيء جديد بهالبيت لانه الحقيقه انا قلت لكم قبل مره يعني ما عندي زاويه للتصوير تكون اشعه الشمس داخله عليها او الاضاءه كويسه والحقيقه البيت اجار فانا عم بقول ان شاء الله وتعالى بس لقيت بيت وزبطت بصير ان شاء الله وتعالى التصوير احسن من فيديوهات افضل يعني الحقيقه حتى عم بكسل اني اعمل فيديوهات لانه انا ماني مرتاحه بصراحه بهالبيت بس تعولي إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يهيئ لي بيت أفضل و... يعني قلت لكم قبل مرة حتى فكرة نزولي لسوريا واردة ممكن أنزل على سوريا أستقر ممكن على ولاية هاتاي نرجع هلأ شوي هيك ابني عم يزبط أموره جاي عروسته إن شاء الله وتعالى بشارككم كمان بجينتا وبالفرح ان شاء الله الله يتمم على خير وسلامه للجميع فيعني عزروني اذا كانت الفيديوهات اما قديمه او قليله لكن بوعدكم كل تنين وخميس نعمل فيديو والحقيقة امبارحه طلعنا مشوار حبيت هيك لكم بعض المقتطفات منه ما شاء الله كان جو شمس بعدها صار مطر بعدها صحيت أه حياة الطبيعة حلوة خلابة بمرسين كتير حلوة ما شاء الله الله يحميها البلد هون البحر مقابلنا وفي اغلب الكفيات بتكون قدام البحر فجينا وقعدنا فيها واخدنا شوية عصائر والشباب ارجلوا بصراحة يعني والحمد لله انبسطنا كتير واشتهيناكم وحتى في العاب داخلية للاطفال وفي العاب خارجية بالحديقة فحبيت هيك بس اخذكم بهالجولة وتشوفوا المناظر الحلوة بس حبايب قلبي انا اللي عتب عليكم يعني انا ما بقول زعل زعل وانما عتب يعني اخر فيديو من اربعة ايام آه وصل بس للمية وثمانية واربعين مشاهدة واللايكات ما تجاوزت الاربعين لايك يعني انا طلبت منكم آه تساعدوني بنشر الفيديوهات تشاركوها مع الأهل والأصحاب يعني ما شاء الله عندي كم مشترك إذا كل واحد مشتركة إذا كل واحد شاركوا مع عيلته يعني إن شاء الله وتعالى بتساعدوني على شهرة القناة الله يوفقكم يا رب يوفق الجميع في إحدى المشتركات كل فترة بتشاهدلي من الفيديوهات القديمة والحقيقة الحقيقة تعليقاتها كتير حلوة فأحدى التعليقات قالت لي ليش صوتك هيك السنة الماضية اللي كان يتابع القناة الحقيقه انا حكيت قبل مره باحدى الفيديوهات انه انا كنت احكي فيها وبنات التنتين فاتفقنا على صوت واحد هو مغير الصوت وكنا نحكي بصوت واحد لفتره طويله بعدها غيرت وصرت احكي بصوتي واليوم ما في سؤال مسابقة لاني وعدتكم انه كل تنين وخميس انزل فيديو وبصراحة لحتى اشوف مين راح يتم معنا ومين راح يبطل يعني القناة انا بتمنى هيك تكبر بوجودكم بمحبتكم تكون, أه تكون لكم أه تشاركوني بكل شيء بس بصراحة يعني هو تعب تعب وشغل أه و... والمردود جدا قليل يعني انا حكيت لكم صلي شي اربع سنين بشتغل فيها وبتعب وبتمنى تساعدوني أه بتمنى تكونوا استمتعتوا معي بالمناظر الحلوة البحر والحديقة والجو آه وعجبكم آه فيديو شيخ المحشي انتو ايش بتطبخوا لشيخ المحشي كتبوا بالتعليقات اذا رح تستمروا ربي يسعد ايامكم لشوف هذا الفيديو شقد ياخد كم لايك وكم مشاهدة لا تنسونا بالدعاء بالمشاركة واللايك لايك من مشتركين جديد الله يجزاكم الخير هاي الوردة طبيعية حقيقية بهدية لكم بترككم رعاية الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته